محل مجوهرات السندريسي، انا مش هشتري غير من هنا، ماليش دعوه. يلا اللي انت عايزاه. اصلا كله بيتكلم عليه، ده تحفه، عنده حاجات حلوه قوي. عايز اتفرج على الكوليكشن. تعالى والله يا شادي، بس شكله حلو قوي. الحاجات دي نازله جديده، شكلها حلو قوي. تحفه بس شكلها غاليه جدا. هو ايه اللي غاليه يا شادي؟ انت عايزاه الغالي من الغالي. شادي حاجته حلوه قوي يا شادي. بص انا عايزاك تجيب لي كل حاجه، انا عايزه اي، انا مش حقه كل حاجه هنا حلوه، ده عاجبني قوي. الله يا شادي، بص الطعم ده، بص لا لا لا، بص دي، بص دي حلوه قوي يا شادي. بقول لك انا داخله جوه بقى، يلا تعالي تعالي شادي. تمام الحمد لله. بص انا عايزه حاجات للخطوبه، يعني عايزه دبل. هوريك على الدبل. وفي حاجات بره كده اساوي بره حلوه جدا قدام كده. هوريك على الدبل الاول وبعدين كده نجيب الاساوي. دبله دي جميله لسه نازله جديد. بص انا شايفه دعاء فرحانه بالحاجات دي، وانا عايزه افرح. بقول لك ايه، بص انا عامله حسابي ادي ايه، 10000 جنيه تحوشت العمر والله، بس ما يغلوش عليكم على دعائي. انا حباها، ربنا يخليك. انا شايفاها فرحانه وعايز تختار الحاجات الحلوه دي. والله يا والله ما خسرت في ربنا يخليك. انت عارف ده يوم فرح اما انت تتجوز، ودعاء كمان انا حبيتها، فاهم؟ اطلع اللي هي عاوزاه، ما تحرمهاش من حاجه. حاضر. يلا يلا يلا. حلو جدا. حطهم في ديك الاثنين وقارن ده بينهم كده. هيك ساعة اطلع الكاس. معلش ثانية، معلش. جاي لك تاني. تعالى يا شادي عايزاك. ثانية. طب بتقول لك ايه؟ لا مفيش، ده انت عايزة تشتري حاجة من محل جنبنا هنا. لا والله. بعد ما نخلص. يعني ما كانتش بتقول لك ما تدفعش كل اللي معاك ولا الكلام ده كله؟ لا خالص، لا خالص. لا انت عارفه ان امي مش كده، امي بتحب تخلي بالك. هجيب اللي انا عايزاه. اللي انت عايزاه. يلا. اخترته؟ بختاره. يلا. ايه رايك يا جدي؟ ده حلو قوي فعلا. جميله قوي. لا بصي فيه وريني. اه دي جميله قوي يا شادي، بصي جديده اصلا. حلوه قوي. اختار اللي انت عايزاه. كل ما الحاجه تكون سيمبل كل ما تكون احلى. سيبك تاخد اللي انت عايزاه. ده سيمبل عشان الفلوس؟ لا 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 لا، اختار اللي انت عايزاه. بقول لك انا عايزه حاجه تقيله، يعني شكلها كده تقيل. ده دي كام كام جرام دي؟ دي 6 جرام. حلوه دي، عاجبني يا شادي. يعني يا دوبك عبال ما يتجاب فوقيهم طقم كده يبقى شيك قوي. بعد اذنك دي كام جرام؟ 6 جرام. حلوه. نعم. مبروك عليك. اختار اللي انت عايزاه، ده يومك النهارده. طيب ماشي، ممكن بس توريني الحاجات بقى اللي بره؟ ايه. يعني خلي الدبله دي كده، وعايزه اشوف الحاجات اللي بره. في سويره كده تقيله كده، ده طقم على بعضه. اه. اللي هي سامبوكس اللي قدام خالص. ايوه؟ ايوه تك. أنا عايزة أجرب. جميلة مش حلوة. ودي كام جرام؟ 30 جرام. حلوة أوي يا شادي. إيه رأيك؟ حلوة أوي. حلو صح؟ لا أنا قلبي بجد عايزة أجرب والله، جميلة ما شاء الله. إيه يا شادي؟ حلو حلو. ايه ده حلو حلو. هو في حاجه انت بتقولها يا شادي؟ لا لا لا، لاقيين على ايدك جدا. حلوين صح؟ شكلهم شيء. ما شاء الله. مبروك عليك يا حلو. طيب اوكي ممكن بس. الشاي ده احلى. اه ده شكله شيء. ده احلى كده. هو انه اتقل فيهم؟ دي اتقل. دي اتقل صح؟ دي احلى بكتير. لا دي دي. لا دي حلوه. عاجباكي دي؟ جميله كده. طب شوف لي واحده ثانيه معلش. هي دي اتقل؟ اه شكلها باين عليه حلو قوي. هي مفيش خاتم ليها ولا حاجه؟ لا.
طب احنا ممكن نوفق ليها ختم كمان. ايه رايك؟ حلو فرعوني مالك؟ لا حلو لا عليها هو تقريبا لو انا كنت احلى بس انتي وزوجك يعني انتي عايزاه. انا بحب انقي الحاجه انا اللي اكون مقتنعه بيها مش انا وغيري. طب ممكن اشوف خواتم؟ لا ما هو ده انا كنت منقيه الاول بالخاتم بتاع الحاج. حلو قوي ده كمان. ايوه اهو انا لسه كنت منقيه شكله حلو قوي. الستيكر ده شو برضه؟ ماشي معاه؟ الله يبارك لك والله. مش معصر. مش عاجبك ولا ايه؟ ذوقك حلو. لا انتوا عندكم حاجات تحفه اصلا. على فكره انا جايه لكم اصلا على السيره، يعني انا جايه اصلا على سيره السندريسي اصلا يعني كله بيتكلم عليه. حاجة السندريسي جميلة ما شاء الله. حلوين قوي. طب بصي يا شادي انا هقول لك على حاجة، أنا ممكن آخد بتاعة الفرعوني وآخد الخاتم ده هنا. والخاتم ده هنا كمان ده حلقه كمان؟ طب انا ممكن اخد الطقم على بعض. الخاتم دوت ونجيب الحلقه بتاعه. طب ممكن اشوف الحلقه بتاعه؟ ايه ده هو في اشهر شويه. واو حلو قوي. في منه الاكبر شويه. احنا ممكن ناخد الاثنين، يعني ناخد الصغير وناخد الكبير عشان خاطر اغير معاهم. ايه رايك؟ حلو قوي قوي قوي. عاجبك؟ جميل. مالك يا شادي؟ ده جميل قوي يعني. ما هو انا هاخد الخاتم الصغير مع ده والخاتم الكبير بيقول لك بقى في حلق كبير. حلو خلاص؟ حلو جدا. الكبير؟ طب بص الشكل يا شادي بالله عليك، بص الشكل حلو قوي. بص عامل ازاي؟ شادي حلوين حلوين. يا سلام. ده كمان ده حلق، ده هيبقى مع الكبير. لكن الصغير لا. لا الصغير هاخده مع الختم ده عشان يبقى طقم. بعدين انا حلقين وختمين. بعدين انا اللي بختار. انا اللي بختار. شكلهم حلو قوي يا جادي. قوي. يلا بقى بص انا مش هكتر عليك خلاص كفايه كده. تمام خلاص جاوبنا اهي. طبعا الصغيره والكتمين والدبله والكتمين والدبله والحلقين. حسبنا كام يا جدعان؟ كده 80 ونص. طب ما ده رخص قوي يا شادي. انا معاك يعني. معلش شادي عاوزك في حياتي. طب بعد اذنكم ثانية واحدة. اتفضل. شادي بص شايف الحلقة ده فاكره؟ بص عايزه بص تصلح. انا عطيتك تحوش طلعهم صلحولي بس البسه في الفرح. حاضر كده امك تبان بقى. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. انت عارف عطيتك الفلوس بقى معيش حاجه صلحولي انت بقى ماشي. ربنا يساعدك حبيبي يا رب. بس من فضلك بس استنى استنى فضلك ايه؟ كانت بتقول لك ايه؟ ثانية واحدة. كانت بتقول لك ايه؟ ده بس عشان عايز يتلحم بس فاهم؟ والراجل قال لي انا بس ان احنا واقفين ناخده بس. ثانية معلش معلش ممكن تدوني بس؟ ده ايه اللي يتلحم؟ ايه ده؟ الحلق بتاعها مقطوم عايز يتلحم. مالك عشان تلبسه؟ لا ايه؟ لا يا حبيبي ده انت تبيعه وتجيب لي. نعم ده بتاع امي مش بتاعي. ده اتفقنا. اتفقنا ان انا بقى امي صغيرتها عشان البسك انت. بقول لك ايه يا شادي مش عاجبك الموضوع خلاص باي عادي. انا اتقل بالذهب يا شادي اللي انا جايباه ده حاجات بسيطه جدا. طب انت عايز تقول حاجات بسيطه؟ طبعا يا شادي الدور يا حبيبي حلال عليك. انا مش ازاي امي وايه اللي حلال عليك؟ انا بشحت منك ازاي امي الكلام ده؟ معلش انا عارفه مش عاجبك خلاص. انت منها الست اللي انت بتعمليها وحش دي اديتني تحويشه عمرها بره عشان اجيب لك اللي نفسك فيه. تحويشه عمرها بس انت واضح ان انت فعلا المفروض ان انت ما تدفعيش معايا. لا ثواني يا ماما ثواني يا ماما انا الست دي انا مش هكمل معاها خلاص. لا ما تعديش. وجايب لك دهب ب 80,000 انت مجنونه؟ ده عليا النعمه 1000 واحده تتمناني. يا تهزري ولا ايه؟ 1000 واحده تتمناني ماديه اساسا بتفكري في الفلوس وخلاص والست دي بتحبك حب انت ما تستاهلوش اساسا. مش عاوزه الحلقه الدوامه يا شادي مش عاوزه. استهدوا بالله يا جماعه في ايه؟ ايه يا جماعه احنا النهارده يوم جميل ويوم
يعني اسعد يوم في حياتكم النهارده. قول له بقى بستنى اليوم اسعد يوم. اسعد يوم بعد اذنك يا لميسه. اتفضلي يا حاجه راضي. اتفضلي. ربنا يكرمك. صلي على النبي كده. استهدى بالله. الف مبروك. الف مبروك. استهدى بالله. لا ده هو شايف ان اللي جاي له ده حاجه كبيره عليا. حاجه بسيطه. محدش سندريس عمره ما حد دخل هنا وطلع منه زعلان. مشكلة ان هي ما بتراعيش الظروف. انا فاهم. النهارده يوم العمره ما فيش ولا مره. واحده واحده كده وان شاء الله تعودوا على طباع بعض والحاج عايزاكم تكونوا سعداء ومبسوطين وكل حاجه هتنجح خير. استهدوا بالله كده. عايزين نشوف البسمه الحلوه بتاعت العريس والعروسه الحلوين دول. يلا والحلقه ده هنسمعها تبع المحل يعني. هنظبط لها الحلقه وكله تمام يعني. نعمله بالله يبارك لك يا ابني. المكان جميل جدا. المكان ده العريس والعروسه مفيش اي مشاكل. ألف مبروك. ألف مبروك. بسمة الحلوة عروسي. فرغت الشاكك؟ ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. ربنا يسعدك يا رب. دول كتير عليا؟ ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك. زغبوا لك كمان يا حاج عشان عروسة. ألف مبروك. بسم الله ما شاء الله حياة جميلة يعني. الله يشرف فيك يا أم. ألف مبروك. الله يبارك فيك. عليكم الفاتورة الله يسلك يا عروسة كمان إن شاء الله. إن شاء الله. ألف مبروك. مش عاجبك ولا إيه؟ ده طبعا. ألف مبروك. ألف مبروك. فاتورة يا جماعة. ألف مبروك. مبروك يا عروسة. ألف مبروك يا عروسة. ممكن بس ثانية كده؟ ثانية فاتورة. أنا زي والدك يعني. فدايما تعاملي الأم يعني ديت هتبقى معاكي على طول. أنت هتسيبي بيت مامتك وهتروحي بيت جوزك. هتبقى مامتك التانية دي. فالمفروض برضه تعمليها أحسن من كده. عشان ربنا هيكرمك بأولاد بعد كده في المستقبل هيعاملوكي برضه ولما تبقي حما يبقوا برضه خطيبة ابنك أو مراته تعاملك برضه بنفس المعاملة الطيبة اللي أنت عاملت بيها مامة جوزك. لأن شهر. كل حاجة الدنيا يعني كاس وداير زي ما بيقولوا. فربنا يوفقك يا حبيبتي وألف مبروك ودايما تعمليها أحسن من كده. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أكيد فهمنا المغزى من الموضوع. دول اللي في العلبة دول بالنسبة لأي حد حياة ممكن في ثانية أصلا يضيعوا وما يبقوش مستقبل. بيروحوا. مفيش فلوس دلوقتي بقت مستقبل. المستقبل العيشة الطيبة مع خلاص أهل الجوز اللي هيبقوا الأهل الأساسيين. مش أهل تانيين. هم أهل أساسيين جنب أهلنا بس أساسيين لأن إحنا هنعيش معاهم بقية حياتنا. البني ادم اللي احنا هنعيش معاه مش مجرد استغلال وفلوس وخلاص. موده والرحمه والحب اهم من اي حاجه. والسندريسي عنده حاجات تحفه. اقسم بالله عنده حاجات تحفه. هو احنا يا جماعه حبينا نوصل رساله للشباب المقبل على الجواز. الشباب ده طبعا كان الله في عونه قدامه متاهات. يعني شقه بجهازها وابو العروسه برضو قدامه مصاريف كتيره وكده. فأكتر محل بتحصل فيه مشاكل هو محل الجواهرجي. العروسة ساعات بتبقى عايزة حاجات كتيرة والعريس عايز يجيب لها الدنيا كلها وعايز يجيب لها المحل كله. وببقى أشوف هنا شباب في عينيهم نظرات مكسورين عايز يجيب لخطيبته المحل كله. بس هيعمل إيه؟ ظروفه المادية على قده. فأنا بوصل رسالة هنا من محل السندريسي إن يا جماعة مش الذهب هو الأساس. الذهب ده حاجه رمزيه مع ان انا عايزكم تشتروا ذهب كتير عشان نشتغل. انا عايز الناس كلها تشتري ذهب كتير بس برضه لازم اوصل رساله للناس ان الذهب يا جماعه حاجات رمزيه على قد كل واحد يجيب والعروسه تكون قنوعه وتعامل اهل جوزها احسن معامله لان هم دول اهلها الجداد اللي هتعيش معاهم العمر كله. فربنا يوفق كل الشباب وربنا يسعدهم ونورتونا وشرفتونا في محل السندريسي. ودعاء لما تيجي تشتري دهب هتشتري دهب كتير تيجي تشتري من عندنا. اي حد بقى من عائله السندريسي طبعا اللي موجودين في الفولورز كلهم اي حد هيجي تبعنا احنا يشتري دهب من عند السندريسي ليه خصم.
العنوان كفر الدوار كان كفر من الدوار شارع بورسعيد اللي هو شارع الساغه قصاد الكوبري العلوي مباشره، وخصم محترم عشان خاطر القناه، خصم خاص للقناه يعني. شكرا.